واحد هيعمل ايه رقم 15 جنيه واحد هيعمل ايه رقم عبارة عن حجر بيترمي في المية عشان ايه يحركها
بس ما بيسيطرش على توتر المية. ما بيقولش ليش مين؟ مش شايف. وبناء على احنا ما ينفعش ان نشرع بناء على واقع منسقين وراء اتجاه معين في وقت معين. زي انت لما تكون متنفس في موقف وبعد كده ايه؟ قراراتك وانت حضان من زي قراراتك وانت ايه؟ وانت هاد. يبقى انت الواقع تاخد منها الباس بس ان انت تعدل القانون دي حاجه تانية خالص. الواقع ماشي ده راجل مجرم وبغبغاء وراجل يستحق كل الكلام اللي انت عايزه كلنا متفقين. بس سيب بقى ده على جنب ونتكلم في موضوع تاني خالص. هل عقوبة الإعدام المفروض نتوسع فيها ولا نكتفي بالوضع الحالي ولا نقللها ولا نجيبها؟ انت ما ينفعش ان انت تكون راجل بتاع تدرس باحث في الدراسات الجويه في القانون الجنائي وما يكونش انت ده سماعه وقراءتك في الموضوع لو ما عندكش رد مثبت هي اللي هتخليك ايه تقدر تكون وجهه نظر معينه. انتوا ايه راي حضراتكم في عقوبه الاعدام في القانون المصري؟ انت معاها ولا ضدها؟ معاها ايه او ضدها ايه؟ الواقعة موجودة في ذهننا. عارفين طبعا ان احنا قبل كده شرعنا او عدلنا او اضفنا قوانين دايما بمناسبات. يعني مثلا قانون المرتبة بمناسبة. فتاة المعادي والبنت اللي خسرت في الاوتوبيس بعد قضيتين دول عدلنا القانون. تمام؟ يعني قانون مناسبات ده مش عيب على فكره، مش احنا لوحدنا اللي بنعمل كده، كل الدول بتعمل كده. بس ما تكونش المناسبه ما تكونش الواقع هي اللي بتوجه المشاركه. والا انت هيبقى قانون العقوبات بتاعك هو قانون وقائع. عشان تفهم النص لازم تجيب المذكره الاضاحيه وتجيب مطبطيه الجلسه وتجيب الجرايد والمجلات اللي كانت في الفتره دي. ايه اللي حصل في الفتره دي؟ عشان نطلع قانون بالشكل ده. وده مش مطلوب من القاضي. بيرجع الحاجات دي على سبيل الاستشهاد بس مش مطلوب منه. هو قدام نص واضح بيطبقه. اذا كان مش واضح بيتهم في تفسيره ويطبقه. انتوا ايه رايكم في عقوبه الاعدام في القانون المصري؟ محدش عنده رأي؟ بس ان قانون العقوبات بيتعدل بتعديل وقائع عام. طيب ما هو القانون ده لما جت حضرتك خالص سنه كام؟ كان في تلاحق الوقائع اللي موجود دلوقتي، كان في تلاحق كان في جرائم اللي بتكتب دلوقتي، في وقائع دلوقتي احنا قدامنا مش لاقيين لها نصوص. تمام؟ حضرتك بالنسبه لكود العقوبات لو حضرتك بصيت قبل كده على جرائم هدف العرق بتعمل وباب الاغتصاب ما كانش فيه الاعدام. لما عدد مرسوم بالقانون 11 سنه 2011 من المجلس العسكري شددوا الاعدام. طب هو شددوا الاعدام ليه؟ ما علشان كثره القضايا والعقوبه اللي كانت موجوده ما كانتش رابعه للناس اللي موجوده. تمام؟ لكن حته ان انا يبقى كود العقوبات ملحق لجرائم ثانيه او مثلا لوقائع ثانيه، لا هو مش ده المشرع قصده ان هو يعمله. هو كل اللي بيحصل ان زي ما قلت لحضرتك ان القانون لما حط وقائع كان زمان ما كانش بيبقى فيه جرائم بالشكل ده او بالطريقه دي، لكن مع تطور الزمن ما حدش عدل القانون، فهو بيعمل تدخل سريع علشان خاطر يعدله ويبقى في عقوبات مناسبه لل يعني للجرائم اللي بترتكب. تمام متفقين؟ وان هو يكون النص بناء بعد مناسبه ده عادي جدا والدول كلها بتعمل كده زي ما قلنا. فرنسا مثلا قوانينها في الفتره الاخيره كلها مناسبات سواء بالتجديد او بالتخفيف او بالتكريم او بالاباحه من سنه 75 وهم تقريبا في قوانين الارهاب اللي عندهم كلها بالشكل ده. يجي واحد مغربي يضرب بطلقتين يعملوا قانون الارهاب. ويجوا الاستخدام ضباط الناس العنصريين الحزب اليمين المتطرف يقول لك لازم انا لو جيت هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. المناسبه مش عيب في حد ذاته،
بس مش لازم هي اللي تسيطر على فكرة المشاهدة. الإعلام ده دكتور نافع على عقود الإعلام، بس نحاول ان القانون نفسه بتقاضي محكمه الجنايات على درجتين، بحيث يكون ضمانه زياده للمتهم في نفس الوقت عقوبه مناسبه ورادعه لغير المتهمين. طب يعني هو انت حطاني بانه يكون في استئناف في احكام محكمه الجنايات بس عشان الاعلام؟ لا، ما هو جميع ضمانات بقى للمتهمين. تمام ماشي. يا دكتور، صورة الجريمة وكسرتها خاصة جرائم الهات كالعرض أو الاغتصاب، ده بيستوجب المشرع إن هو يتشدد في العقوبة دي، لأن هي بقت سهولة كمل إن كسرت. وأنا متفق مع وجود عقوبة الإعدام، لأن إحنا لو بصينا يعني الهدف من العقوبة أصلاً، هنقول أولاً إن إعادة التأديب، وفي نوعية من الجرائم عقوبة الإعدام، لا العقوبة بوجه عام إعادة التأهيل. ففي الجرائم اللي بيقرر عليها عقوبة الإعدام التأهيل صعب، فبيبقى الأفضل البتر، زائد إنه بالنسبة لفكرة الرادع مش هتتحقق في الجرائم اللي زي دي إلا بعقوبة زي الإعدام، بس يكون في ضوابط. ربنا عليكم. رادع عام، بيبقى رادع عام مش رادع خاص. مش هتتكلم ده خالص؟ مش كله كلام. هدكتور موافق مع عقوبة حساب لنا الفترة الأخيرة. طب الإعدام بس أنا موافق على عقوبة الإعدام، ظرف مشدد ورادع لمثل هذه الجرائم، ولكن يعني رأيي اللي يبقى فيه دلوقتي المواطن إيه اللي استفاده من عقوبة الإعدام مثلا للشخص زي ده؟ استفاد إن ده بيعاقب على هذه الجريمة أو الجرم اللي هو فعله، ولكن أنا رأيي إن يبقى فيه زي ما بيبقى سنة الكتاب بتاع يبقى فيه جانب العقوبة، يبقى فيه دراسة للظاهرة الإجرامية دي، العوامل النفسية اللي أضافها العلم والأبحاث اللي تمت في هذه المؤتمر العلمي الكبير. لأن يعني أنت معاه بس الضوابط. هو ايه فكره الرادع بس؟ ان انا عايز اسيب يعني انت عايز ان المتهم نفسه ولا المجني عليه يكون راضي، يكون عارف ان ده زي ما بنقول حق ربنا؟ يعني مثلا في قضايا الحكومه التي وقعت عليه متناسبه مع الحكم الذي اتاه. بالظبط، فهو ده ممكن يبقى مريحي نفسيا، لو ده المشرع بيعمل فيه يبقى عقوبه الاعدام هي عقوبه مناسبه جدا لاي فعل ممكن. بس احنا بنشغل بالنا اكتر من المتهم هو المجتمع، راحه المجتمع نفس المتهم. يعني انا اقدر ان المقوله ده لا غير متفق معه. غير متفق معه. طيب. وحضرتك انا اتفق بين اول حاجه اللي هو الجنس قرر ان يكون مثلا وجسامه لو هو ما ليس له العقوبه فهو شاكك في الاعلام مش عدم اراده الحق او مشيئه الحق هذا المجتمع. لأن هو جسامة الكريم، جسامة الكرم الذي ينتهي الدين، هو الأساس في تجديد العقوبة بس. لا، ¿Qué pasa?
يكون فيها ضوابط. طب ما في ضوابط مصر جاي فيه ضوابط. هي هي ضوابط العقوبة التنفيذ ضوابط. هل هي كافية بقى عشان ما فيش بس ضوابط ولا هو في ضوابط؟ هل هي كافية؟ إذا أنت بحاجة أنها تتفق مع الشريعة الإسلامية وهناك ضوابط بتطمنا إن إحنا هذا الحكم أي حاجة. ظروف المجتمع هي اللي ممكن بتحدد العقوبه دي تكون رادعه ولا لا. الزميل اشار ان عقوبه الاعدام ظهرت على بعض الجرائم. اول ما قلت المجتمع انا كده ايه يعني دخلت دخله حلوه، انت قصدك انا كنت بحسبك هتكمل وتقول ان هناك مجتمع يقبل عقوبه الاعدام فنطبق دي عقوبه الاعدام، ومجتمع ينقص عقوبه الاعدام ما نقدرش نطبقها. بس انت بقى بتكمل وجهه نظرك. الزميل اشار ان العقوبات اللي هي لما اتكلم عن من 6 سنين الاخيره ان عقوبه الاعدام ضافت على جرائم ثانيه ما كانتش بتشارك بيها، ولكن لحد دلوقتي لحد امبارح جريمه وبشعه يعني كل مره بتزيد في البشاعه، فبالتالي العقوبه ما بقتش نفسها رادعه. ان في كذا شخص اتحكموا ونفس الكلام العقوبه بقتش رادعه، يبقى الموضوع مش ان انا افرض عقوبه. يبقى احنا لو حبينا نلخص وجهات النظر ان هو طبعا في ناس معا للقاء على عقوبه الاعدام وفي ناس ضد عقوبه الاعدام، بس اللي ضد مين اللي ضد؟ واحد بس. واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة كفر والباقيين تقريبا مع عقوبة. طب احنا هو انت تيجي تذاكر بطريقة الحفظ فما تجيبش درجة كويس، تيجي المرة اللي بعدها تبدل وتقول طب انا هذاكر بطريقة الحفظ، وتيجي المرة اللي بعدها تغير وسيلة جديدة، ما كانش كل مرة بتغير النظام دي. عايز تشوف ايه هي افضل وسيلة من الوسائل دي اللي وصلتك ان انت تحصل على امتياز مقررة بشهرة وتطبقها بعد كده في كل السنين الدراسة. طب احنا نبص ببساطة، هي عقوبة الإعدام جديدة في مصر ولا قديمة؟ قديمة. قديمة. طب ايه النتائج؟ هل هي أدت إلى تحقيق الرافع المرجو منها وبناء عليه الجرائم التي يعاقب عليها الإعدام قلت؟ لا. مثلا ده سؤال، مش انا مش بوصل ما بقطعش في نتيجه، ده سؤال تمام؟ طيب طبعا انا شفت امبارح ان خلاني بتكلم في الموضوع ده حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه في التلفزيون. كان ماما بيتكلموا عن عقوبه ايه؟ الاعدام. وفي حد من العادين قال انا اتحدى ان هو يكون في احصائيات قالت العكس. وليس هناك اي احصائيات أثبت أن إلغاء عقوبة الإعدام في مجتمع معين أدى إلى زيادة الجرائم التي يعاقب عليها الإعدام، بل بالعكس إن كاليفورنيا لو أنا متذكر كويس إحدى ولايات الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما ألغوا عقوبة الإعدام وجدوا أن هناك استقرار في نسبة الجرائم التي يعاقب عليها اللي كان يعاقب عليها بالإعدام، وفي بعض السنين انخفض. وبناء عليه مش عقوبه الاعدام هي اللي كانت مخلوقه الناس. انا حتى حضراتكم مثال بسيط. في فرنسا لما حكموا طبعا فرنسا في معظم دول العالم سميتكم بتقول لك ايه؟ لانها تتوافق تتوافق مع الشريعه الاسلاميه وتتوافق مع الشريعه السماويه مش بس الشريعه الاسلاميه. تمام؟ وبناء عليه كل الدول تقريبا كانت تطبق عقوبه الاعدام. اوروبا كلها كانت بتطبق عقوبه الاعدام. تقريبا دلوقتي التوجه من حوالي 30 سنه هو الغاء عقوبه الاعدام. لحد دلوقتي ما قدرتش الدوله ولا الدين بيطبقوا عقوبه الاعدام. وايه؟ بيطبقوها نظريا لكن عمليا لا.
لا تطبق. يعني هي موجودة كنص إلا أنها إيه؟ غير مفعلة. تمام؟ في فرنسا على سبيل المثال حبوا يلغوا عقوبة الإعدام. فكان في انتخابات رئاسية على الأبواب، فكل واحد بيهتم المشروع بتاعه، وده موضوع من الموضوعات اللي تهم الناس. وكان المرشح فرانسوا ميتران في الوقت ده للرئاسة، أول رئيس جسالي يحكم فرنسا. غير هو إيه؟ طبعاً الجساليين متعودين إنهم بيسقطوا في الانتخابات. فالحكاية مش ناقصة يعني إن أنت تجيب لي مبرر تاني حاجة تانية تخليني أسقط بزيادة. فجه هو فرانسوا ميتران طلع قال أنا لو انتخبوني حالي عقوبة الإعدام. هم قالوا له كأنك أنت إيه الحزب قالوا أنت كأنك بتنظرنا كده إيه؟ استمارة الإيه؟ بالرسوم في الانتخابات. ليه؟ لأن جميع الإحصائيات والدراسات والاستطلاعات والرأي في فرنسا بتقول إيه؟ 82% من الفرنسيين مع عقوبة الإعدام، زي ما إحنا بالظبط دلوقتي. لو عملت عندنا دراسة هتلاقي أكثر من 80% من الشعب المصري موافق على عقوبة الإعدام، بل بالعكس عايزين نزودها. جه الراجل أصر على المشروع وقال أنا لو انتخبتوني حل عقوبة الإعدام، ونجح في الانتخابات وعمل مشروع، والمشروع عرض للتصويت في الأسامبلية الناسيونال الجمعية الوطنية، وبعد كده في السنان مجلس الشيوخ، وتوافق عليه. وطبعا ما اتلغاش النص، ما اتشالش النص، يعني القرار طلع بالموافقه وجمد، ولكن النص ما اتشالش. قال لك هنشيله مع اول تعديل. ما اتشالش النص غير في عاد في الفتره الثانيه من ولايه جان شراب، وعمل احتفاليه كبيره بإيه؟ بإن إحنا نشيل النص اللي يقرر عقوبة الإعدام في القانون الاعتماد الفرنسي. طب تعالى بقى دلوقتي اعمل استطلاع للرأي الفرنسي، أنت مع ولا ضد عقوبة الإعدام؟ هتشوف بالنسبة دي. وكمان إحنا مش إيه؟ إحنا ما بتتشتتش حد، لأن كل مجتمع ليه خصوصية. لكن مش إيه لما أنا أتعلم منك؟ لما انا ابص لك اشوف التجربه اللي انت عملتها كويسه ولا لا، تقول لي انا مشيت في الطريق ده همشي منه مره. طب انت عربيتك ما شاء الله جامده وكويسه وانت شاطر في السواقه، فمشيت كنت مرتاح في الطريق ده لان انت شاطر، انا ما مرتاحتش. تاني مره هغير اخد الطريق بتاعي اللي انا متعود عليه. مش عيب ان انا ابص لك واشوف التجربه بتاعتك والنتائج بتاعتك. هل جرالي الجرائم المعاقبة عليها بالإعدام زادت في فرنسا؟ المفروض بقى إن أنت أول ما تلغي عقوبة الإعدام تلاقي الجرائم إيه؟ زادت بزيادة ملحوظة. لكن الحقيقة ده ما حصلش. إحنا طبعاً حد فيكم كان بيتكلم في حاجة زي كده، إحنا كل المجتمع له خصوصية، مالناش دعوة. إحنا مثلاً شعب متدين. يعني متدين بين قوسين، شكليا متدين، يعني نتمسك بالايه؟ بالمبادئ والثوابت الدينيه، سواء كنا مسيحيين او مسلمين. فدي بتتماشى شويه مع ايه؟ مع ميولنا الدينيه والاخلاقيه. احنا لنا ميول دينيه واخلاقيه مختلفه عن المجتمع. يعني المجتمع بيختلف عن المجتمع. وبناء عليه لو جيت قلت لي والله انا لو كنت في مجتمع تاني او في ظروف اخرى كنت اخترت عقوبه الاعدام، لكن انا في ظل الوضع الراضي انا موافق عليها، ممكن تلاقي الدخول في وجهه نظر. ليه احنا بنتكلم على الغاء عقوبه الاعدام؟ لانه اولا انت مش هتطبق عقوبه الاعدام بالشكل اللي نص، لو انت بتتزرع الشريعه يعني بالشكل وبالضوابط اللي نصت عليه الشريعه الاسلاميه. ما انت ما تجيش على الشريعه ها
وتاخد منها حاجة ونسيب حاجة، تاخد منها اللي ماشي مع أواك ونسيب من إيه؟ هتيجي تقول لي طب ما في الزنا مثلا ما عقوبته ليه؟ ها؟ طيب هل احنا من قانون العقوبات المصري بيطبق زنا؟ بس على فكره ده مش ده ما تقدرش تقول ان ده نقد انت بتنقد بيه المشرع المصري او ده عوار. لا هو المشرع متوافق مع وجهه نظره. ليه بقى؟ لانه لو رجعت له هيقول لك هات لي جريمه زنا بالضوابط اللي حددتها الشريعه الاسلاميه وانا هطبقها لك وحط لك وبناء عليه انا ما عنديش القدره في الوقت الحالي ان انا اوصل لادله وبراهين بالشكل اللي حددته الشريعه وبناء عليه درج الايه؟ درج الحدود بالايه؟ بالشهود. يبقى انا هبعد عن ايه؟ عشان القاضي ما يبقاش حاكم حكمه وهو عنده ايه؟ شبهه في انه ده هو كان تيجي تثبتها جريمة الزنا في الشريعة هتلاقي أربع شهود عدول. هل ده ممكن؟ طيب لما احنا بنيجي نثبتها دلوقتي في القانون ده احنا ما عندناش لحد قريب ما كانش عندنا نص بيتكلم عن إثبات جريمة الزنا. طبعا الإثبات واحدة بس هناك جرائم لها خصوصية من هذه الجرائم جريمة الإيه؟ جريمة الزنا. فرجعنا لمحكمة النقض طبعا قبل ما جالنا نص بيحدد لنا بعض الحاجات زي ايه؟ الاعتراف الاوراق والمكاتيب ان يكون الراجل اللي هو ارتكب جريمة الزنا هو اللي كاتب فيه مراسلة بتقول كذا كذا بيقر فيها او ايه؟ او ادراك طبعا في حالة التلفظ بالشروط اللي بتحددها نص المادة 30. فكنا بنرجع لاحكام محكمة النقض فكنا بنلاقيها كلها حاجات ما نقدرش برضو ان احنا هي بتساعدنا فبتقول لنا اذا لقيت كذا يبقى انت كده ايه جريمه الزنا واقعه لان هي عاده من المستحيل ان انت هتشوف جريمه الزنا بعينيك انت وكذا كمان. وانتم طبعا عارفين الاحكام المشهوره من كده وبالذات كان في حكم شهير ان هو قال ان هو عند عودة الزوج إذا لقى الزوجة مرتبكة ولابسة ملابس خفيفة ثم وجد ملابس داخلية من قاعة بجوار كذا ومش عارفة واحد مختلف كذا خلي بالك انت لسه مش فيش حاجة خالص. هي قالت بقى الحاجات دي تدل على أنا ايه جريمة الزنا وقع ومع ذلك ما قالتناش بقى هتطبق لي الآن ولا لا؟ لا تطبق اللي انت مثلين سبعة سواء كان الراجل هيستفيد من قصر التخفيف او هتطبق او هيشكوها لانها من جوانب الشكوى وهيطبق عليها تطبق عليها عقوبه الجنح لانها ليست جنح. فكره مواكبه العصر ومواكبه الاحداث دي طبعا لابد منها وهو ده دور المشاهد. لذلك احنا عندنا مشارع دائم مستمر كل يوم بيجيب لنا بيقدم لنا نصوص وبيشرح لنا دي متفقين عليه بس الفكره ان ما يكونش حدث واحد هو اللي بيوجه ايه؟ المشارع. انت القاضي لما يكون غضبان المفروض ان هو ايه؟ لا يتصدى زي انت لما تيجي تصحح كده تبقى متنفس وبتاع بلاش استنى لما تبقى ايه؟ لما تبقى يعني ايه كويس عشان تبقى معتاد تبقى عارف انت بتعمل ايه عشان ما تظلمش حد. طبعا ده موضوع لو حب حد فيكم يكتب فيه بس ما يكتبناش الحاجات القديمه بقى يعني ايه يقولها بس ما تبقاش قديمة موضوع ما يجيش يقول لي ايه انا ضد عقوبه الاعدام. ليه يا عم؟ اول حاجه الحياه حق الحياه هبه من الله صح هبه من الله تمام لكن انا هقول لك الموضوع ربنا خلى ولي الامر هو الذي يقوم على حمايه هذا الحق فينظمه يقول لي لو قتلت زيد انا هقتلك يبقى انا كده ما خرجتش عن ايه؟ عن حدود الله ولا حاجه
هو هبه من الله، بس ربنا عطى للدوله اللي هي وليهم انها تنظم هذا وتشيل. طبعا في حاجه باينه اللي هم مؤيدين لحكومه الاعدام ما بيقدروش يردوا عليها او بيردوا عليها بطريقه فلسفيه، ان عقوبه الاعدام هي العقوبه الوحيده التي اذا نفذت لا يمكن الرجوع فيها. الراجل اللي احنا جبناه ده كل الأدلة والشواهد والنقد كل اللي بيقوله ده صح، طبعا انا مش محضر خالص، بس هو النقد ان كل اللي بيتقال ده طبعا الاخبار اللي على ما توصلنا بتكون ايه جمع هناك. يعني واحد الاول يقول لك ده كان عندها شهرين، وبعدين يقول لك سنتين، وبعدين يقول لك 20 شهر. المهم يعني قيس على ذلك بقيه المعلومات. لو كل هذه الأدلة اللي احنا معتقدين انها صحيحه اخذ بها النيابه وبعت الطلاب، واحنا عندنا نص بالاحكام المحكمه، احنا عندنا نص بجهاز الاعدام مع اعضاء المحكمه الاعدام حتى نعمل الاعدام ونفذ حكم الاعدام، ثم طرح لنا من شرار ايه يعني؟ ايه بتقدر تفهمه؟ انت ودنت في قتل زيد وهم كده محكوم السجن وهو طالع من بعد ذلك ورئيس النيابه والطبيب وبتاع نفذوا الحكم وراجعين، لقوا زيد حاجه يرضى ما قابله، قال لهم ده انا كنت جاي حقه هقول لكم والنبي ما تموتوش الراجل ده، ما موتوش الحاجه دي. تعمل ايه؟ انت تقدر تعمل ايه؟ هتيجي تقول لي ما انا عامل ضمانات، هتيجي تقول لي ما انا عامل ضمانات، ايه الضمانات اللي في قانون العقوبات المصري؟ ايه الضمانات؟ ضمانات في حقوق الاعدام ايه هي؟ اول حاجه اهم ضمانه هي اجماع اراء هيئه المحاكم. الاحكام الاغلبيه الا حكم ايه؟ وعلى فكره دي من وجهه نظر مطالعه دي مش اهم ضمانه، هي دي الضمانه تكاد تكون الوحيده، لأن كل الضمانات الثانية شكلية. الضمانة الثانية ايه؟ إرسال الأوراق للمفتي. المفتي يعمل حاجة؟ هل هو مؤهل إن هو حتى يعمل حاجة؟ هل رأيه أصلاً لو هو شايف إن ده مخالف الشريعة المحكمة ملزمة بيه؟ الضمانة الثانية إرسال حكم الإعدام لرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية احنا بننزله بس عشان عايز يدي عافيه. فلو الراجل ده جاي جريمه سياسيه مثلا وهو عارف حاجات ما يعرفهاش غيره، او هو والمخابرات او هو والامن، او الراجل ده قدم خدمات جاريه او هو محتاجه، يصدر عفو عنه او ينزل العقوبه. تمام؟ عفو ان هو يلغي القوة كلها او يتخفيفها. ده بيحصل؟ اه ممكن يحصل في حالات نادرة جدا كل مليون مرة مرة. يبقى برضه حاجة ايه؟ شكلية. في حاجة كمان برضه مهمة كويسة ان هو قطع النقد على حكم الإعدام وجوبي. النيابة العامة عادة تتعنف وتتهم ومحاميهم من الجرائم، لا سيما لو انا صادق لو صدر لي حكم اعدام زي ما انا عايز، لان هي بتطلب بالاعدام والقاضي عطاها اعدام، عايز ايه اكتر من كده؟ لا، في حكم الاعدام قطعا النيابه على حكم الاعدام امام محكمه النقد، الا ان محكمه النقد محكمه ايه؟ قانون، ما تتكلمش في موضوع، ما تتكلمش في وقائع. اذا ليست هناك الا ضمانه واحده، ان الثلاث مستشارين بيكونوا ايه؟ مقتنعين ان الراجل ده مدان. خلي بالك بقى من الخطوره، ان حكم محكمه الجنايه هو حكم اول واخر درجه، هي الارواح يعني مش بالسهل كده. الشرائع الاسلاميه والشرائع السماويه حاطط الحق في الحياه بسياق منيع، فانا بقى ايه لازم امشي بنفس المكسب.
يبقى عقوبة الإعدام يا جماعة من وجهة النظر هذه من السهل كده ان احنا نطرح المشكلة ان انت مش بتشرع للراجل ده. انا مش عايز اشرع للراجل، مش مشكلتي انا عايز احط قاعدة عامة، مش مشكلتي الواقعة دي، انا بحط قانون مش حقيقي. الخطيب بقى عقوبة الإعدام يمكن ان تكون مقبولة فعلا، واحد سبب كل الأدلة وبإجماع الآراء أن هو قتل، لا سيما مثلا لو كان عصا أكثر من جوه. المهم ماشي نقبله عقوبة الإعدام. ليه بقى؟ لأنه عصا طول. لكن في الجرائم الأخرى ها؟ لازم نكون حريصين جدا عدم التوسع. زي بقى دخل عندك الخيانة والعصمة والحطام ومش عارف ايه، والا هنعمل القلادة، القلادة جامدة جدا، هنعمل زي الدولة الرومانية زمان لما كان قال لك ايه، ما انت ممكن تيجي تقول لي عايز الناس كلها تبطل سرقة اعدم لك 2-3 سرقة. دي وجهة نظر على فكرة. يقول لك عايز، او مثلا اب اعتدى على بنته مثلا، يقول لك النوعية دي عايز تبطلها خالص لان مفيش رقابه عليه، ده هو رب البيت يعني، صعب ان انت توصل او تكشف في حاجه زي دي. يقول لك خلاص اعدم. كان نجح الرومان. لازم يكون هناك تناسب ما بين انت كمجتمع تكون مرتاح نفسيا لما تلاقي الراجل اخذ عقوبه تتماشى مع الكريم. زي ما قلت لكم قبل كده انتقال الشارع، لقيت راجل واحد عيل صغير بيسرق من واحد حاجة، فاعترفت انت جدا مع الراجل اللي اتسرق، بيخطف منه اللابتوب بتاعه، وقع الموبايل اتكسر، والراجل بيجري وراه فوقع عربيه خبطته، وانت ايه؟ تعاطفت جدا مع الراجل، تمام؟ كده الراجل قايم ورايح جايب الولد ونازل ضرب فيه هيموته من الضرب. جيت انت عملت ايه بقى؟ تعاطفت مع الولد. ليه ما تعاطفتش مع الولد؟ قال لك انا متعاطف معاه مبني عليه، وانا موافق ان هو يعاقبه او يعاقب الطفل، بس دي ما يتناسب مع الكون. تمام؟ يبقى ده العداله تتحقق امتى؟ لما يكون هناك تناسب ما بين الكون وما بين الايه؟ وما بين العقاب. لكن لو احنا في كل مره هتحصل وقع هنغلص العقوبه، هننتهي ايه بقى؟ لكم عقوبات خالصه. طب وبعدين؟ طب ما احنا كده في قانون البلطجه، عندنا قانون بلطجه جديد ماده 375 و 375 مقرر بيتنفذ منها قد ايه؟ شويه جدا. شوف الاحكام اللي بتنظر في الحاجه اصلا المحضر كم محضر لو ان انت لو قريت النص ده كويس هتلاقي معظم الاعمال اللي هي اللي الشرطه بتوزعها على انها ضرب واللي هي بتوزعها على انها ضرب مسويه اللي بتنطبق عليها ايه؟ احكام البلطجة، احكام الماده 375 للتشريف على فكره. النص جاء ايه؟ انطبق وجاء انشائيا وجه جرب حاجات وجربها الى الثاني. تمام؟ يعني جرم افعال واعمال مجرمه في نصوص مستقله. فهو النيابه اصبحت ان هي لو فتحت الباب على مسرحيه في تطبيق هذا النص هتلاقي معظم الجرائم اللي جايه لها هتلاقيها بالضرب. الضرب والمشاجرات والكلام ده. لذلك هي بتكون حريصه انها ايه؟ ما تدخلوش بلطجه. ليه؟ لان الا في الحالات فعلا اللي شايفه ان هناك بلطجه. تمام؟ لانه طبعا هو برضه ايه؟ بعقوبه البلطجه عقوبه شديده. الحبس الوجوبي، واذا كان هناك ظرف مشدد بنشدد العقاب وبيكون الحبس وجوبي لمده سنتين. طب انا مش من السهل عليا ان انا في خناقه ها؟ ان انا ادخل راجل سنتين. هيخلي برضه مبدا ايه؟ طبعا لكل واحد حر في وجهة نظره، بس
ينفعش ان احنا عايزين ندرس قانون جنائي والناس كلها بتتكلم على وقائع زي دي، فاحنا ده الواقع المنظر للواقع العملي. عشان ما نقولش احنا في عالم منفصل بندرس حاجه نظريه ما لهاش اي علاقه بالمجتمع او الوقائع اللي بتحصل في المكان اللي احنا عايشين. احنا المره اللي فاتت دلوقتي ما اتكلمناش على الحقيقة ان احنا في مصر عملنا مؤتمر
ورحنا مستمرات عديدة عشان حاجة تانية خالص، عشان حاجة معينة كنا عاملين حاجة تانية. بس تاني يعني ما لا يؤخذ كله لا يؤخذ كله، جينا بنتيجة برضه. كنا بنفكروا كان في توجه بيفكر ان احنا ايه فكره توحيد العقوبات، ما نخليش سجن وحبس، نخليها يا حبس يا سجن، ويبقى ايه التناسب بس في العقوبه، يعني التناسب مع الجريمه في الايه المده اصلا، نبدا من 24 ساعه لكام للمؤبد زي ما عملت بعض الدول. فاحنا رحنا عشان نعمل كده كنا عاملين حاجه ثانيه خالص بس كويسه برضه، اللي هي ايه كنا لاقيين العقوبه دي اشغال الشقه المؤجله والمؤقته. طبعا لانها انتم شايفين ان هو التوقف كل الوقت بيتجه ده بدائل العقوبه. لدرجه ان بعض الدول، بعض الدول قريبا هتلاقي ما فيهاش سجون، ما فيش سجن. ليه؟ لأن السجن أثبت بنسبة كبيرة جدا فشلوا في تحقيق الهدف منه. بس طبعا عشان تتبين إيه؟ مش هتسيبها كده، لازم يكون عندك بدائل قوية تحل محل الإيه؟ العقوبة اللي أنت حاسبها. وهو موضوع الناس اللي كانت بتسأل مثلا على موضوعات البحث، موضوع بدائل العقوبة موضوع جميل جدا. مش لازم يكون لي العنوان يكون لي بدائل العقوبة. كتير أوي. ما ينفعش. هل ضريب واحد؟ هل مثلا الاحتفال بالجزائر الجزائي؟ مثلا وتخليها بعد ما كانت جريمه جنائيه جريمه ايه؟ يوقع عليها جزاء ايه؟ جزاء اداري. هل مثلا الواحد بس ادي الغرامه اليوميه؟ الغرامه اليوميه فرنسا بتطبقها. هل نوع بس واحد يعجبك من هذه النوع؟ فهو الراجل من المزايا ان هو وجه الدراسه نحو المهم وليس كالمعتاد الدراسه متعلقه فقط بالجريمه. لكن الانتقادات الحاليه توالت عليه وعملوا مقترح عشان يكرموه. المقترح الثالث نفس بعدها سنه كان مقترح عشان ينتقدوه، ودي سنه الحياه يعني. ولكن ان الراجل في اخر طبعه دي في سنه على ما اتذكر 1907 العام الوالي لو سمحت كده. لو شغل قوي اتفضل خدوه اتفضل اتعمل له ردة على لسانك. فين الموبايل وشغال؟ نعم؟ ايه بقى العيوب اللي احنا ممكن نحدد بيها؟ هو لقى فعلا ان الانتقادات لها وجاه. فبدا زي ما قلنا المره اللي فاتت يغير من وجهه نظره، يوسع شويه من الفكره السلبيه، واضاف عده انواع من الايه؟ من انواع المجرمين اللي احنا قلنا عليهم المره اللي فاتت. من الانتقادات ايضا اللي وجهها دي اولا فكره التعميم، ان هو برضه حادثة تحصل فانت تعمل حاجة زي الموضوع ده بالظبط. هو المستيا الجندي ده لما جات له حالة الصرع وقتل 8 جه عامل لنا هو نظرية وقال لك في حاجة اسمها ايه؟ مجرم الصرع. وطالما في مجرم صرع يبقى في مجرم ايه؟ مجنون. بناء على ايه؟ وقع. تمام؟ فطبعا دي من الانتقادات اللي وجهت لمدروزو، قال لك ان انت طبعا بناء على حالات فرديه او وقائع فرديه جيت عملت نظريه وايه؟ وعملتها. ده ايه بشكل عظيم. كمان ما كانش بيلتزم به المجموعه الضابطه. يعني ان انت يكون عندك مجموعه ضابطه يعني ناس اسوياء غير مجرمين تقارنهم بالناس الايه؟ المجرمين وتشوف ايه اوجه الشبه واوجه الاختلاف في الاثنين عشان توصل لنظريه لنتيجه وتعممها. كمان هو قال لنا فكره الارتداد، ان الانسان عندما يرتكب الجريمه بتحصل له عمليه ارتداد فيصبح ايه؟ انسان بدائي وكانه عارف ايه؟ بالشعوب البدائيه او الانسان البدائي
وعارف ان الانسان اللي ناحي كان عامل ازاي وكان بيرتكب الجرائم ازاي. هو ترسخ عنه الفكره دي لما كمان في حاله برضه مناسبه ان جاب بيرسيني او بيرسيني زي ما انت بتحب تقراه او تكتبه، ده برضه واحد جابه وهو لسه حي ويطلع عبد الوهاب. الراجل ده كان قاتل تقريبا 20 سيده واعترف ان هو كان بيشرب من دماغه. فدي تصرفات هي بربريه. طبعا هي كلمه بربريه انا لا صح ان انا اقولها لانها كلمه قويه. كلمه قويه بنقوله بربريه نسبه الى بربر. البربر او الجبار، البربر ما هماش شعبيين خالص. المهم دلوقتي ما هماش كان ينفع، لو كان ينفع نستخدم اللفظ زمان ما حدش ينفع نستخدمه. لو سيبونا وطبعا منهم عرب كتير جدا ودماغهم والجزائر والسوري وعندنا احنا في مصر في سيوة. تمام؟ فبرضه كانت مناسبة لما لقى الراجل ده وبيشرب من دماغ النساء وبعدين يلبحهم بطريقة فظيعة ويدفن بعضهم ولا يدفن البعض الآخر، قال لك ده إنسان إيه؟ كمل. فأكدت عنده فكرة الإنسان اللي هي في البداية، فكرة الابتدائي. بس هل ده بالضرورة؟ ده شكل الإنسان البدائي؟ لا لا طبعا. آه. كمان برضو هو اعتمد جدا على فكره الوراثه. فكره الايه؟ الوراثه. وهو ليس عالم في ايه؟ في علم الوراثه. دي حاجه ده تخصص مالناش دعوه بيه خالص ما نقدرش نتكلم فيه. وقد ايه بعض الانتقادات من انتقادات كثيره جدا وجهها في ابن جوزه ان هو في نهايه حياته يعدل كثير من وجهات نظره، الا انه ما زال مصرا على ايه؟ على فكره الانسان بالبدايه اللي هي بتؤدي الى حبيه الكريمه. والقول بحبيه الكريمه بيقفل علينا الطريق في علاجها. وزي ما بتيجي واحد يقول لك انفصلت في الماده، هتزاد في ايه طالما هو قال لك انفصلت فيها؟ انت مش حاسس. لكن لما يجي يقول لك شد حيلك بس الجدع انت اتزنقت نفسك بس الجدع ان شاء الله ربنا يكرمك، يبقى انت ايه؟ هتعمل مجهود يبقى في امل ان انت ايه؟ تنجح. لكن لما تيجي تقول لي الانسان الذي ولد به صفات خلقيه معينه لا مجرم لا محاله. يبقى انت كده بتلغي فكره ايه؟ نسبيه ايجابيه. كمان من الانتقادات ان هو ايه؟ لم يأبه ولم يعطي اي اعتبار للعوامل الاجتماعيه المحيطه بشخص مجرم، اكتفى بس بالصفات الايه؟ العضويه، واحيانا كان ينظر الى الصفات النفسيه بس هي كلها صفات ايه؟ داخليه. بعد كده بقى في قاتل وفي حد كمان ان تكون به صفات، الصفات العضويه
اللي هو أكد عليها وعددها وحصرها في 107 ووفقا لبعض الدراسات 165 اللي هو الأنف والأذن والحاجات اللي احنا قلناها اللي كان بيقول عليها القرود، هو كان عددها على سبيل الحصر. يبقى مؤمن بيها ولا غير مؤمن؟ مؤمن بيها. قال لك لكن دي غير كافية في ذاتها لكي تؤدي إلى الجريمة حتما، وإنما لابد من عوامل اجتماعية تساعده أو تسمح له بارتكاب الجريمة. وبناء عليه ممكن يكون الإنسان به هذه الصفات ومع ذلك لا يصبح إيه؟ لا يصبح مجرم. وكان عندنا القاعدة الرياضية اللي أنت ممكن تلخصها في ثلاث حاجات: صفات خلقية زائد عوامل اجتماعية تساوي إيه؟ تساوي جريمة. يبقى العوامل الجوية وحدها إيه؟ غير كافية. أو ممكن أنت التفسير تبعها بطريقة تانية وتقول إيه؟ عوامل داخلية أو أسباب فردية يعني موجودة في الإنسان، وعوامل اجتماعية تدفع لارتكاب الجريمة، تمام؟ وما فيش عوامل أخرى تقاومنا. عوامل تدفعك لارتكاب الجريمة وما فيش، زي أنت مثلا عايز تتغني ممكن تنتش سهل جدا تعرض عليك رشوة، ما هو ده مش دي وسيلة للصلاة؟ بس إيه؟ يبقى ده بيدفعك لارتكاب الجريمة. الظروف أو واحد جه قالك هديك مليون وأنت نفسك ومنين حدك 100,000، بس يبقى ده عامل اهو. بس يجي عامل تاني يقول لك ايه؟ لا بس انا عمري ما بكش، لان ده حرام، لان ده غلط، لان قانون العقوبات بيقول. يبقى هناك عوامل وهناك ايه؟ عوامل. عوامل دافعه وعوامل ايه؟ رادعه. الاثنين دول تقدر تلخصهم ايه؟ عوامل اجتماعيه. اذا تغلبت العوامل الدافعه على العوامل الضابطه أو المناعة يبقى احتكاك الجريمة. طب إذا تغلبت العوامل بقى المانعة على العوامل التي تدفع للإجرام يبقى أنت لن تحتكك الجريمة. ده هو النظريه. وبناء عليه قال لك إيه؟ إن هناك مجرم أصيل ومجرم إيه؟ غير أصيل. أصيل إن الدوافع اللي عنده قوية لدرجة إن الموانع الاجتماعية لن تمنعه. وهناك شخص إيه؟ عرضي أو غير أصيل، غير متأثر فيه الإجرام وممكن يرتكب الجريمة، بس إيه؟ نتيجة لظرف خارجي بحت. زي ما حضرتك أنت ماشي كده تلاقي إيه؟ تلاقي محفظة مكتوبة، وتفتح محفظة فيها ممكن وما حدش شايف، تاخد المحفظة تطلع فيها. هل انت خطورتك الإجرامية تتساوى مع واحد بيجي يتصور فلوس بيتك ويجيب آلات وأسلحة ويجيب ناس واحد مضروب معاه واحد يدخل معاه ويكسروا بيتك بابك وبعدين خزنتك وغرفة نومك عشان هل ده يتساوى خطورتك ده مع خطورتك ده؟ لذلك هو قال لك بقى ايه؟ ردا على الانتقادات اللي هم هيحاولوا يردوها، قال لك انا ايه؟ عندي واحد اصيل وعندي واحد ايه؟ غير اصيل. الاجرام فيه اصيل مش حاجه هتمنعه، وواحد ايه؟ غير اصيل يبقى عنده ضابط. وجاب لنا مثال قال لك الراجل اللي يفاجئ زوجته، مش بالضرورة كل من يفاجئ زوجته بيرتكب جريمة ايه؟ رغم ان الظرف واحد، لكن احنا كأشخاص ايه؟ مختلفين. في واحد بيرتكب جريمة القتل وواحد لا يرتكب ايه؟ جريمة القتل. هو بيعتمد في تحديده لهذه الفكرة الجوهرية على دراسة الإنسان، دراسة خارجية، دراسة داخلية. الدراسة الداخلية يمكن أن تكون دراسة نفسية أو دراسة عضوية. فقال لك الشخص ممكن من المظاهر الخارجية تلاقي فيه واحدة أو اثنين أو خمسة أو عشرة من الصفات اللي هو عددها، 107 اللي هو عددها.
قد أذن جمجمة شعر، حتى الشعر اللي هو فيه مشعر يعني فيه شعر كتير في جسمه، أو حتى بعض الحاجات اللي هي صناعية زي التتواج، دي برضو من الحاجات اللي هو يعددها، يعني مش حاجات خلقية احنا اللي عاملينها، بس هل هي ايه؟ من الدلائل التي تدل على ان هذا الرجل ايه؟ موجود. يبقى قال لك احنا نشوف هل في حاجات فنية وسبعة اللي انا عملتها؟ طيب بعد كده ما اكتفاش بقى كده زي لومبروز، قال لك ايه؟ اشوف اعضاءه الداخلية. هل هناك اضطراب في الدورة الدموية مثلا؟ هل هناك مثلا عنده قولون خاصية؟ هل بيعاني من أمراض مزمنة؟ هل بيعاني من عهاد أو معروفات؟ هل بيمرض إلى معين؟ وبعد كده اتجه لحالته النفسية. فوجد إن الراجل اللي بيرتكب الجريمة لأسباب داخلية وخارجية دايما نفسيته ايه؟ غير منضبطة. فانت لما ترتكب الجريمة في اثنين يرتكبوا الجريمة واحدة. واحد بعد ارتكاب الجريمة تلاقيه ايه؟ زعلان جدا. زي انت وانت مروح كده تتخانق مع واحد. او تزعق لواحد. وبعد كده تزعل تصرعه. وتندم. ولو عندك فرصة ان انت تعتذر له ايه؟ وواحد تاني بعد ما عمل نفس العمل اللي انت عملته بقى ايه؟ مبسوط جدا. ليه؟ لان النفسيه هنا مختلفه عن ايه؟ عن النفسيه ايه؟ واحد بيرتكب الجريمه ومن بعد ارتكابها يصر عليها. دي من علامات ايه؟ من علامات الشخصيه الغير ايه؟ الغير متزنه. هنطول قوي في الموضوع ده، نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله عشان من الناحيه الثانيه.